مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في موجز الأنباء. نقدم لكم من البيت توقيا من فيروس كورونا. إجراءات صحية ووقائية مكثفة يشهدها معبر راس جدير خلال عمليات إجلاء المواطنين العالقين في تونس إثر انتشار فيروس كورونا. التقرير التالي والتفاصيل. حركية كبرى شهدها مؤخراً معبر راس جدير خلال عملية إجلاء المواطنين العالقين بالجمهورية التونسية نتيجة انتشار فيروس كورونا في مناطق عديدة. 1965 مواطناً ليبياً دخلوا عبر المنفذ بين 18 و25 من شهر مايو الجاري وسط إجراءات صحية ووقائية مشددة، وبعد التأكد من أنهم قد أتموا فترة الحجر الصحي وثبوت خلوهم من فيروس كورونا. ويشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل في وقت سابق حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا قادمة من دولة تونس عبر المنفذ الجوي، والتي على إثرها قامت فرق الرصد والتقصي بالمركز بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من الفيروس. في سياق متصل، استقبل مطار بنين بدوره رحلة خاصة بالمواطنين العالقين بالخارج قادمة من تونس، وقامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للغرفة المركزية بالخدمات الصحية في بنغازي بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي للمواطنين الوافدين إلى المدينة. أظهرت آخر بيانات رسمية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن أكبر معدل الإصابات بفيروس كورونا في البلاد سجلته طرابلس بنسبة 78.1% من إجمالي الحالات الإيجابية في البلاد منذ ظهور الوباء في شهر مارس الماضي، تليها مدينة مصراتة ب 15.6%، بينما سجلت بنغازي 6.25% منذ ظهور الفيروس. حذر مصرف شمال إفريقيا كافة عملائه من وجود حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى سرقة بيانات العملاء. هذا وأشارت إدارة المصرف إلى أن الحسابات المزورة تأتي بالتزامن مع الاستعداد لإطلاق مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الموقع الإلكتروني، محذرة من التعامل مع مصادر مجهولة غير معلن عنها رسمياً. كشفت شركة لبريغا لتسويق النفط عن مبيعات المشتقات النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية، وقد تجاوز إجمالي وقود الديزل المباع 7000 لتر، في حين بلغت كمية البنزين أكثر من 5000 لتر، أما وقود الطائرات فقد بلغ 332000 لتر. هذا وأعلنت لبريغا عن بيع أكثر من 20000 اسطوانة غاز مسال. قبل أن نختم هذا الموجز مشاهدينا الكرام، نترككم مع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء وآخر أسعار صرف الدينار مقابل سلة من العملات. نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا الموجز، قدمناه لكم استثنائيا من البيت في إطار التوقي من فيروس كورونا. في أمان الله وإلى اللقاء.